السلام عليكم يا باشا. سلام ورحمة الله وبركاته. خير يا حربي؟ عايزني بحاجة؟ عايزك يا باشا بخصوص التريلا. تريلا؟ تريلا تي؟ التريلا بتاعت رشوان بيه اللي اتسرقت من كام يوم. ايوه. مالها؟ بس انا اعرف مكانها يا باشا واقدر اجيبها لكم. انت اللي سرقتها؟ استغفر الله العظيم يا باشا، استغفر الله العظيم. احنا لا حراميه يعني ولا قاطعين طرق ولا حاجه، لا مؤاخذه، كل ما في الموضوع ان انا مجرد واسطه. انت عارف هي فين؟ بس اعرف اللي يعرف. هات من الاخر يا حربي. عايز كام؟ عيب يا باشا، انت راجل خيرك مغرقنا وعيب، انا ما اقعدش الايد اللي اتمدت لي ابدا. حربي قصر، هات من الاخر. عاوز كام؟ انا شخصيا مش عايز اي حاجه ليا، بس المعلمه انشراح يعني ليها قرشين كده واكلهم عليها رشوان بيه. رشوان بيه؟ طب ما تروح له وتكلمه، انا داخل ليه بالموال ده؟ يا عنتر بيه، يا عنتر بيه، انا عارف ان سعادتك ورشوان بيه شغالين مع بعض وصحاب، وانا يعني اشتغلت مع سعادتك وسعادتك اكرمتني اخر كرم، وما انساش يعني دقه المجدعه اللي عملتها معايا يوم ما استنيت عليا في فلوس الخرده لحد ما صرفها. انما رشوان ده انا ما اعرفوش لا مؤاخذه، واكيد شايط ومولع نار عشان يعني البضاعه اللي اتسرقت منه والتريلا وكده، وانا ما اعرفش رحت له هيتصرف معايا ازاي، وانا اصلي ببقى خول ايديا قوي ووحش ساعه الزعل. لكن سعادتك يعني لو كلمت معاه واتفهمت معاه ممكن تجيب لنا الفلوس بتاعت المعلمه انشراح، وساعتها العربيه هتكون عندك في التو واللحظه. مش هي كانت جايه على هنا برضو؟ عايز كام؟ 23,000 جنيه ونص. ونص؟ ده مبلغ كبير مش صغير. العربيه باللي فيها يا باشا تساوي اكتر من كده بكتير، بس احنا يعني مش طماعين. هي العربيه فين دلوقتي؟ في الحفظ والصون يا باشا، سعادتك تجيب لنا الفلوس تلاقي العربية عندك في غمضة عين. بس الموضوع دي مش سهل، محتاج شطواك. مفهوم يا باشا، مفهوم طبعا. سعادتك يعني هسيبك كده تشاور رشوان بيه وتتكلموا مع بعض، وهديك تليفون كده على آخر النهار، وربنا يسهل إن شاء الله بإذن الله بقى. كان عايز ايه الواد الرزل ده يا باشا؟ مفيد، اتصل بعزام بيه وقول لي جابني بعد ساعة ولا ساعة ونص عنده في الكباريه. عملت ايه؟ كل خير، هتصل بيه على اخر النهار اشوف وصل ليه. روح المعلمة انشراح. اللي عايزاني فيه؟ مش هي اللي عايزاك، الصحفية اللي اسمها أماني جت سألت عليك، أنا ما لقيتكش، قالت تخش تستناك عند المعلمة جوه. واللي عايز إيه دي رخصة؟ أنا عارف لك يا أخويا، أما تروح تشوف. القضية بإذن الله. قول له على الله. وقبضية فين دلوقتي؟ يلا غرف الستين داهية إلهي ربنا ما يرجعه. هو ايه اللي بينه وبين حربي بالظبط؟ لا دي حكايه قديمه، بسببها حربي دخل السجن. شوفي قعد قد ايه. السلام عليكم. كنت فين؟ كنت بقضي مصلحه كده معلمه. وخلصت؟ هتخلص على خير باذن الله. زين قال لي انك سالت عني، كنت عايزاني في حاجه. خير؟ عايز اتكلم معاك شويه. تتكلمي معايا في ايه؟ لا مؤاخذه يعني هسالك على كام حاجه كده، اخلص مع المعلمه وافضلك. طيب انا هستنى على القهوه لغايه لما تخلصي. بالاذن يا معلمه. هو الجدع ده ماله؟ على طول مكشر كده؟ لا ما يغركيش تكشيرته ومنظره. حربي ده طيب وجدع وظهره سند، راجل زي البرلنت. ولا كيمو، فنجان قهوه يا قادر الدماغ. كنت عايزه منك ايه؟ عايزه تدردش. نعم يا اخويا. والله يا سيدي ده اللي قالته، عايزه تدردش. الله. بقول لك يا حربي، سيبك بقى من الكلام العكس ده وخلينا في المفيد. انت تعرف بيت دنيا مش كده؟ انت عايز علوان دنيا فين؟ يعني يا اخي اصلها لا جت امبارح ولا النهارده. الواجب برضو ان احنا نسال عليها. تسال عليها ولا على اللي معاها يا حنين؟ يا عم حربي انت تفضل ماسكها على الواحده ولا ايه؟ خلاص يا عم زين اديك العنوان. القهوه المية مية اللي بتعدل الدماغ. ايه الحلاوه دي؟ يا ارض حروسي ما عليك. قول يا ذا كيمو لم نفسك. نلم. خلصتي مع المعلمه؟ فضيت لك. طيب اتفضلي اقعدي.
لا هنا مش هينفع. ايه رايك لو رحنا مكان في وسط البلد؟ حلو حلو قوي الحجر ده. وماله وماله يا استاذه؟ معاك عربيه؟ لا مش مشكله، احنا معانا عربيه بس يعني محدقه كده بس تقدر غرض. يلا يا زين اوصلك معايا. لا يا عم خلينا انا هنا، خليكم انتوا على راحتكم. يا عم احنا رايحين وسط البلد وانت مشوارك هناك، وبعدين الانسه اماني مش غريبه يعني. ولا انت عندك اعتراض يا استاذه؟ انا لا خالص. طيب يلا بينا. وانت تعرف حرب دي؟ جه مره الكباريه كان بيسال على دنيا. ايوه يقول انه قريبها كان توسطنا عليه في شغلانه بده. بس ده واد رزل بيعمل مشاكل ودمه تقيل كده. ده واد مصحصح ملحلح، عارف ملحلح، هو اللي هيقدر يوصلنا اللي احنا عايزينه. انت متاكد من الجدع ده؟ ويكذب عليا ليه؟ ما يمكن تكون نصباية وبيلعب عليك لعبة وهياخد الفلوس ويكت. كت؟ طب عارف حكاية التريلا دي منين؟ محدش يعرفها غير احنا التلاتة ورجالتنا. طيب ما نجيبه نقرره ونعرف اخره ايه؟ احنا مش عايزين شوشرة. انت عارف الباشا الكبير ما بيحبش يوجع الراس. طب تفتكر الواد ده عارف اللي جوه العربية؟ لا. واخد العربية دي راهن يعني لحد ما رشوان يرجع الفلوس للولية دي. ما طلبش حاجة زيادة يعني. كده كده لازم تتأكد من الجدع ده قبل ما تاخد معاه أي خطوة. أنا هسأل عليه الدنيا. بالمرة بقى يا ريت وأنت بتسألها تعزيها. عزيها في مين؟ أبوها. يا راجل يلا كلنا هنموت. على رأيك. المهم أنت اتصلت برشوان وبلغته بحكايه حرب دي؟ لا مش هتصل بيه، ده راجل متهور ممكن يخربط لنا الدنيا. كده ولا كده هنقابله بالليل في العوام ابقى اقول له. الله، انت ناوي على ايه بالظبط؟ انا وانت نكلم رشوان يكتب شيك بفلوس الوليه دي. حرب يجيب العربيه ياخد الشيك وبكده الحكايه تنتهي. وايه؟ على يدنا احنا التنين. وقتها الباشا يعرف مين فينا اللي بيخاف على مصالحه وبيخاف عليه، ومين فينا اللي ماشي الكعبل ورجليه تخبط في بعضيها، وهيودينا في 60 داهية وفي دقيقة واحدة. هو ده البيت، الدور الثاني شقل في الوش. بقول لك ايه، استنى لي فوق لغاية ما ارجع، انا نصاية ولا ساعة بالكتير وهكون عندك.